طبيبة أخصائية في الأمراض التنفسية والأمراض الصدرية. كنصح الناس اللي تعانيوا من أمراض مزمنة على بشكل عام وأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي بشكل خاص، مثلا الامراض ديال الربو، امراض التجمع الرئوي، امراض ديال مرض الضيقه نتاع التدخين، وجميع الامراض نتاع الجهاز التنفسي اللي كانتي تقدر تعطي واحد القصور في التنفس. كنصحهم بالحمايه ديال الانفس ديالهم. الحمايه الانفس ديالهم كيفاش؟ الحمايه الانفس ديالهم خاصهم يحترموا التدابير الاحترازيه. التدابير الاحترازية يعني التباعد، يعني ارتداء الكمامة، يعني تعزيز المناعة، تعزيز المناعة بالولوج المراكز ديال التلقيح. هكذا مراكز التلقيح هكذا هما كيحميو الأنفس ديالهم وتحميو حتى الناس اللي دايرين بهم، وتعاونونا حتى حنايا من واحد الناحيه كاطباء نتاع امراض الصدر، حيت كيف ما لاحظتوا هذه مؤخرا كاين واحد الارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات ومرضى كوفيد وعدد الوفيات، وهذا الشيء كيندر على انه حنايا على ابواب واحد الموجه اللي غادي تكون شويه عصيبه عندنا. دونك اللي كنصح الناس هما يحميوا الانفس ديالهم ويحميونا ويحميوا الناس اللي معاهم ويعاونونا، لان كيف ما قلت لكم راه حنا راه على ابواب موجه اخرى. النقطه المهمه اليوم كان التاسيس ديال الجمعيه ديالنا اللي هي الجمعيه المغربيه لامراض الصدر، وانا باسمي ككاتبه عامه دونك تطرقت كاينين دي زوبجيكتيف اللي تطرقت ليهم لهاد الجمعيه اللي غادي تحاول ترسخهم، مثل قلنا كيف نقول لك ما بالديبيستاج ولا بريفونسيون، يعني خاصنا حنايا نقلبوا على الناس، ماشي غادي نستناو الانسان حتى تيمرض عاد باش غادي نديروا له عاد باش نعالجوه. يعني خاصنا تكون عندنا الانيسياسيون اننا نمشيو نقلبوا على الناس اللي الامراض باش الناس باش نحميوهم من المرض، يعني نحميو بحال الامراض السول، بحال الامراض اللي ناتجه على التدخين، الامراض اللي ناتجه على التدخين. يعني حنايا النظره ديالنا هو اننا ما نخليوش الناس اللي وصلوا لمرحله المرض، يعني الوقايه اللي بغيت نقوله هو الوقايه احسن من العلاج. يعني هادو باغمي لي زوبجيكتيف ديال الجمعيه ديالنا، تسهيل لاكسي للمستشفيات بالنسبه للمرض. مالوغوزمون هنايا في مراكش، في الجهه نتاع مراكش عندنا شويه صعوبات، كاينين مناطق اللي شويه منعزله، يعني المريض باش غادي يوصل للمستشفيات هنايا وسورتو للمستشفى الجامعي كاين شويه صعوبات. يعني حنايا في هذه الجمعيه ديالنا طرحنا الاقتراحات بحضور ديال المديره الجهويه ديال الصحه اننا نتعاونوا باش المريض يلقى بسهوله المواعيد والمريض يوصل بسهوله من المناطق اللي نائيه، باش بالكولابوراسيون ما بين الاطباء اللي كاينين في هذه الجمعيه، حيت هذه الجمعيه ما كتجمعش غير اطباء تخصص واحد، يعني اطباء ديال امراض التنفس وديال الجراحه الصدريه. يعني المريض غادي وليو باش غادي يكون تيقطع واحد المده طويله باش يوصل للمستشفى الجامعي، هنايا بالاستشارات الطبيه وباللقاءات اللي غادي نوليو ان شاء الله نديو والدراسات ديال الحالات اللي عندنا. انا كطبيبه اللي مستقره في طبيبه في مستشفى السلامه في قلعه الزرغنه، يعني عندي غادي يكونوا عندي مرضى اللي متبعاهم انا، اللي نقدر انا الدوسي ديالهم انني غادي نهزو وغادي نناقشوا مع الاطباء ديالنا اللي معنا في الجمعيه في المستشفى الجامعي. هكذا غادي يكون عندي موعد اللي قريب، وهكذا حتى المريض باش نحاولوا داك التنقلات ديال المرضى ودوك الصعوبات ديال المرضى نحاولوا نسهلوهم ان شاء الله باذن الله. شكرا على الحضور ديالكم معنا. دونك هذه الجمعيه اللي حنايا بغينا نديروها ديبي واحد دو زون، ولكن الحمد لله دابا كوزي كوفيد اون ايتي ان تي بو رودار، يعني تعطلنا شي شويه في لا كرياسيون ديال هاد لاسوسياسيون، ولكن الحمد لله اليوم اون درنا الجامع الاول ديال لاسوسياسيون اللي كتجمع بزاف ديال الاطباء، اللي فيهم اطباء القطاع الخاص، اطباء القطاع العام، اطباء ميدان الجامعي سيكتور يونيفرسيتير، و هاد الاطباء اللي مختصين في امراض الصدر يعني لي بنمولوك،
واطباء مختصين في جراحه الصدر، يعني لي شيرجون توراسيك. دونك سي لا بروميير، سي لاسوسياسيون الاولى في المغرب اللي كانت اجتمعت جوج ديال 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 الاختصاصات. هاد الجمعيه عندها بزاف ديال لي زوبجيكتيف، بزاف ديال الاهداف اللي كاينه، اهداف علميه واهداف طبيه. الاهداف العلميه نقدروا نقولوا هما غنديروا بزاف تاع الورشات سيونتيفيك علميه اللي غادي تهتم بزاف تاع المواضيع. هاد المواضيع نقدر نقول لكم اللي الموضوع الاول اللي غادي نهتموا به هو هاد الموضوع ديال الكوفيد، باسكو اوني في واحد المرحله عاوتاني اللي تزاد عاوتاني لو بيك تاع الكوفيد. غادي نهتموا بواحد بزاف تاع الميادين اللي كنقولوا حنايا اللي كاتره عندنا في المغرب بزاف، اللي هي لا توبركلوز، مرض السل. كنقولوا المغاربه هو الوسخ تاع الصدر اللي مالوغوزمون في لا ريجيون ديال مراكش اسفي كاتر بزاف. الاورام تاع الصدر، وكنقولوا الكونسير ديال البومون اللي ناتج على التدخين، اللي كنشوفوا بزاف ديال هاد لا ريجيون ديال مراكش ديال اسفي ديال الصويره، اللي كاين بزاف تاع الناس اللي كنجيو عندنا. الهدف الثاني هو هدف طبي اللي غادي نحاولوا نعاونوا هاد الناس باش نحاولوا تقريب فوالا الخدمه الصحيه من هاد المواطنين اللي مساكن كيجيو من صويره من اسفي، وكيجيو عاد كياخذوا رونديفو هنايا، وعاد كيهضر معاهم هاد الطبيب الاول، الطبيب الثاني، الطبيب الثالث. حنا ما بغيناش نديرو بحال هادشي. الطباء ديال اسفي معانا، لي بنومولوج اطباء معانا، اطباء ديال صويره معانا، ديال شيشاوه معانا، ديال بنكرير، ديال هاد لا ريجيون ديال اسفي كاملين. حنا قلنا غادي نجيبو كاع هاد لي دوسيي اللي نورمالمون كيصيفطوهم بلاص من المريض يجي وعاد هو ياخد رونديفو. حنا غادي نحاولو نهضرو مع هاد، نشوفو هاد لي دوسيي قبل ونحاولو نعطيه لي رونديفو ديريكتومون بلا ما يجي هو حتى سوغ بلاص، عاد ياخد لمراكش، عاد ياخد رونديفو، عاد مسكين يمشي يديرو. دونك هادي باغمي لي شوز اللي نقدرو نديروها، نقدرو نعاونو بها المواطن تقريب الخدمة الصحية كما قلتي من المواطن. والامل نتوفقوا في المهام ديالنا. مالوغوزمون هاد الموجه جات في واحد المرحله، في واحد لا بيريود ديال اللي كيكثر فيها ديك لا غريب سيزونيير اللي كنقولوا لا غريب العاديه، الرواح العادي. يعني الناس بزاف ما كيقدروش يديروا لا ديفيرونس، الفرق بين الكوفيد وبين الرواح. وصعيب بالتالي بالنسبه لي حنايا صعيب نديروا هذا الفرق بين هذا، سوف الى بيان سور اللي كنقولوا خاص يدير لو تيست. هاد لو تيست هو اللي كيعطينا الفرق بين الناس اللي فيهم لا غريب والناس اللي فيهم كوفيد، لانهم الاعراض متشابهه. الاعراض هو النيف كيسيل، الحلق اللي كيضر، العياء، صداع ديال الراس. كنقدروا نلقاوه في لا غريب العاديه، وكنقدروا نلقاوه في الكوفيد حتى هو. دونك الا قدرت نعطي واحد النصيحه، هو سمحوا لي غنقولها بالفرنسي، هي توت غريب اي كوفيد جوسكا بروف دي كونترير. سافيدير اي واحد مروح خاص نقدروا نقولوا راه بحال والو، فيه عنده لو كوفيد، يعني خصو يدير لو تيست. هذه في المرحله الاولى باش نشوفوا ديك الساعات واش نبداو الدواء ولا. وبيان سور الوسائل الاحترازيه خاصهم يداروا في لي دوكا، سوا غريب سيزونيير سوا كوفيد. ثانيا خصنا نوركوا على واحد لو بوين اللي كي تري اسونسييل، هي لا فاكسيناسيون، وسورتو لا دوزيام لا تروزيام دوز. راه كيعاونوا الناس بزاف، ماشي باش ما ياخذوش الكوفيد، باش الناس يفهموا باش الاعراض الكوفيد كتقلل، وحتى لا ترانسميسيون، يعني باش تعادي واحد اخر لو بورسونتاج كيقلال الا كنتي لو فاكسان. يعني حتى لو فيروس ما كيبقاش فيك بزاف، يعني باش تعادي انت واحد اخر ما كيكونش بزاف. كما كنشوفوا دابا في الدول الاوروبيه، هي فرنسا فاتوا 100,000 حاله في النهار، ولكن الحمد لله الحالات الخطيره ما كايناش بزاف. علاش؟ لانه عندهم واحد لو بورسونتاج ديال لا فاكسيناسيون اللي طالع بزاف، فايتين 75%، سورتو خداو لا تخوازيام دوز، وقللو كاع لا بيريود ديال بين لا دوزيام و لا تخوازيام دوز. بلاص ما تكون 6 شهور، راه داروها دابا غير 3 شهور. كنشوفو حتى في بريطانيا لا ميم شوز، لي كا اللي طالعين بزاف، ولكن لي كا غراف ماشي بحال دلتا اللي كان قبل. والحمد لله حنا خدينا بزاف تاع الوسائل الاحترازيه، تغلقت المطارات، لانه سينو كانوا غيدخلوا الناس بزاف من برا، اللي كانوا غادي الترانسميسيون غادي تكون كبيره بزاف. وهي قدروش نقولوا متشائمين شي شويه، ولكن الكوفيد غادي ينتشر لنا في هذا الموجه اللي كنشوفوا. كانت ناس 300 400 500، دابا 1000،
غدا بوتيتر بلوس، ولكن ان شاء الله يكون غير لي كا غراف ما يكونوش بزاف. هذا هو المهم، باش ما تكونش اون ساتوراسيون ديال اللي كاين في لا ريانيماسيون. هذا هو الخطير بالنسبه لنا.